واضح. علي بن شيخ بن ناصر تكلم نقدر نقولوا بفكاهة أو بدعابة شوية بقصرة على اللاعب زلاطان اللي يبقى يثير الجدل بتصريحاته في كل مرة، ولكن هذا راه يعيش يوميا في التدريبات. قال لك حتى في المباريات الرسمية لما أنا جدريب الآن جوار ونعطيه الكرة في طريقة جيدة بطريقة جيدة، قال لك هو يحكم الكرة حتى وينحوها له ولا يدير حاجة خاطئة يقول له سي طافوت أنت. قال لك يلي طرو اكزيجون هذا اللاعب، قال لك ومن ذاك يحب نقدر نقولوا يطيح به هكذا بالقصره يعني. قال لك بعد حصه تدريبيه ساعتين احنا ندربوا مع بعض، كي نخرجوا يقولوا علاش تي فيني لونطريمون ما كنتش حاضر معنا في تدريبات يعني تا والو. هل هذه طريقه؟ قال لك ولكن نحترمه كثير وراني نتعلم معاه كثير. لاعب قال لك من طراز اللي عمري ما لعبت مع لاعبين قال لك من طراز عالمي كما زلاطان ابراهيموفيتش. كيفاش تشوف هذه التصريحات تاعو؟ هل هي تصريحات بين قوسين، واحد يحب يقصر ولا تكبرا منه ولا بور باسي ان ميساج الانجان كما بن ناصر اللي اصبح الان من بين كوادر تاع فريق ميلان اسي حبينا ولا كرهنا؟ والله هذا ابراهيموفيتش يحب يقصر، يحب يقصر خلاص خذت له في عقله انت. لا لا يحب يقصر، ولو كان تبحث عليه جو سوي سور كو تصيبو قلبه مليح، جو سوي سور كو تصيبو قلبه مليح كان بوكو جوار. دونك يحب يقصر هذا يقول له انت كنت ما كنتش في لونطريم هو ضرب مع زوج سوايع يحب يقصر معاه. وجينيرالمون هاد الناس تصيبهم هواوين وتصيبهم قلبهم ملح. ولكن ممكن يقدر يكون لاعب ما عندوش شخصيه قويه يقدر يقيسه في كل مره يقول له بلي فيت اي زر باسي لي بالخف ما سي با كوم سا انت الغلطه تاعك سي تو الفوتيف فلا فلا نو. ماشي ملي بدا الماتش هو غير مع هذاك الجوار ما فاتت ليش وغاو اللي هذا راهو جايبها موراه. نعم ماشي هو يهضر مع تول مون كل واحد يقول له كلمه هكذايا ودوك كي يعرفوه يوليو ياخذوها دي بون كوتي ويحبوها وكلشي. خلك يا رضوان احكي لي اليوم ما عندناش الوقت. لعبنا مقابله دوليه مول المقابله ناصر بويش. قلت له ناصر كيفاش شفتني؟ قال لي انا لعبت تلمو ما كنتش قاعد تضحك. ولكن انا شفت واحد ماشي اليوم نوريها على كل حال خطره ربحتوا مولوديه الجزائر برباعيه كامله وشنو رحت شفت فيديو ماتش ما لقيتش علي بن شيخ قلت باش نهبلوا شويه ما كانش ربحتهم 4 مقابل 1 ما كانش مرحوم كرماني.